تواصل مصر خططها الطموحه للارتقاء بالقطاع الزراعي في مجابهه مختلف التحديات التي يشهدها العالم، ويعد مشروع توشكا من بين اهم المشروعات التي تتبنى خلالها الدوله خططا استراتيجيه فعاله لتوفير الاحتياجات والسلع الاستراتيجيه للمواطنين. ملحمه تنمويه تحدث على ارض الواقع في توشكا. فبخطط غير مسبوقة نجحت القيادة السياسية بقرارات استراتيجية في أعادة الأمل لهذه المنطقة فاستطاعت حل كل المشكلات التي أعاقت هذا المشروع العملاق في السابق ليصبح توشكا الخير في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع تنمية جنوب الوادي بمنطقة توشكا الذي ينفذ بأيدي نحو 15 ألف عامل مصري و3500 معدة يستهدف تخفيض المكون الدولاري بنسبة 65% فضلا عن توفير نحو ألف فرصة عمل مباشرة حتى الان تم الانتهاء من مئة الف فدان من هذا المشروع الذي سيكون له دور مهم في توفير السلع الاستراتيجيه خاصه القمح والذره وتوفير الاحتياجات الضروريه للمواطن ومستلزمات التنميه من الثروه الحيوانيه والمشروعات الغذائيه المختلفه احنا هنا بمسكين ازرعات التحميليه والاشجار الفاكهه احنا بننهض بازرعات تحميليه عشان نكمل المساحة المنزرعة 531 ألف فدان هنزرع إن شاء الله حوالي من 15 ل 20 ألف فدان زراعات تحميلية من القمح بالاضافه الى المساحه الاساسيه باذن الله جربنا السنه اللي فاتت زراعه البرتقال وناجحه جدا جربنا صنفين من البرتقال البرتقال الصيفي والبرتقال البلدي البينابل وهذه الاصناف تمتاز بانها لها طلب في التصدير انتاجيات عاليه يصل انتاج الفدان من 25 الى 30 طن من أصناف المبكره في نضج الثمار وجمع الثمار وهذا يعطينا ميزه تسويقيه وفيما يتعلق بالأعمال الهندسية المنفذة بالمرحلة الأولى من مشروع توشكا واحد فقد شملت حفرة ترعتين بطول 38 كيلومتر إلى جانب محطتي رفع للمياه فضلا عن 1107 كيلومتر حفر لشبكات الري المشروع المكاني بالنسبة لمحصول الأمحة فندم بدأ معنا من موسم 2020 حتى الآن يا فندم إن شاء الله بأمر الله الموسم ده هيتم زراعة 350 ألف فدان العام السابق كان تم زراعة 150 ألف فدان كده يبقى في فرق 200 ألف فدان يتم استصلاحهم هذا العام إن شاء الله في توشكا فندم المكان الحديثة بالنسبة للمشروع توشكا بيبقى عندنا معدات مختلفة من بداية التجهيز والزراعة على حسب طبيعة الأرض أنا ممكن أستخدم محلات 13 سلاح بيبقى فيه نظام ليات موجوده على حسب طبيعه الارض بيمتص اي صدمات بعد الحجر ممكن يقابله ما يحصلش فيه اي مشكله خالص. الحاجه الثانيه انا باجي اجهز القمح ببدر السماد بتاعي عن طريق البداره. بدارة نسر سماد سريعة معدل الانتاج بتاعها اليومي بيصل ل 250 فدان في اليوم 150 ألف فدان قمح تمت زراعتها العام الماضي ومن المنتظر زراعة 350 ألف فدان إلى جانب استصلاح متوقع ل ألف فدان في منطقة توشكا كل هذه الأرقام تشير بما لا يدع مجالا للشك إلى أن ما يحدث في توشكا جهد جبار بدأت الدولة تجني ثماره فهو نتيجة تعاون كبير لأبناء الوطن من القطاع الخاص ومؤسسات الدولة الذين يعملون ليل نهار لتخفيف العبء عن المواطن وعن الموازنة العامة للدولة